هذا العيد لربما الأزمة الاقتصادية حجمت هذا الموضوع وتسببت في ضعف القوة الشرائية للأسرة العراقية، لرب الأسرة العراقية. أيضا ينضم معي أحد سكنة منطقة الأعظمية ليحدثني عن أجواء العيد. كل عام وأنت بألف خير وشعب العراق بألف خير والقناة التغيير بألف خير. شلون تشوف أجواء العيد؟ أول شيء أقدم التهاني إلى الشعب العراقي، كل عام وأنت بخير، أمة محمد أمة الإسلام، كل متوحدين وتيادي. بالنسبة احنا اول شيء استنفار في منطقة الأعظمية من البارحة صار تخطيط امني، نشكر الى القوات الامنية من وزارة الداخلية والامن الوطني وامر فوج الأعظمية. وبالنسبة اذا الوضع الامني احنا متعايشين من زمان، ما عندنا بكل القنوات وناس المغرضة، احنا متكاتفين وقاعدين، كل شيء عندنا خير. هذا العيد يختلف العيد، لا امنية كل جدا موجودة جدا يعني، وهذا الله اكبر دي يقرأ، خلي يسمعون الله اكبر، من نقول الله اكبر خشاع بجسمنا، يعني عندنا القرآن ما نحكي باطل. العيشة زينة، الأمنية زينة، توحد عندنا موجود، الأعظمية أمان عندنا، صار فترة طويلة ما صار عندنا تغيث من ناجهة ومن ناجهة، أكو ناس تسوي بلبلة، هاي واحد عندنا ناس كبار، عندنا مسؤولين كبار بيها، بس نريد واحد شغلة واحدة، الله ينصر العراق ويحفظ السياسيين والمرجعية. إحنا عراق واحد، وإحنا أبونا كل الوزراء وكل الرؤساء الدينية وغير الدينية، بس هلأ هلأ بالعراقيين، فرحة للعراقيين بجاه هذا، الله أكبر. تحية خاصة لكل إمام، الكل شريف وقف للعراق، واحد إن شاء الله بلد الإسلام. شكرا جزيلا. كما رأيتم أن هذا العيد يختلف من النواحي الأمنية أيضا، ليس فقط التأثير الاقتصادي أثر على يعني طقوس العيد، هنالك نعم فرحة تعم في قلوب العراقيين بسبب الوضع الأمني المستقر والمستثب، هنالك جهد مكثف للقوات الأمنية في تأمين أجواء العيد الفطر المبارك. هذا كان أحد أرباب الأسرة الفقيرة في منطقة الأعظمية حدثني الآن، رغم الأزمة الاقتصادية ورغم الأزمة التي تحدث معي فيها قبل الدخول في البث المباشر، وقال أنه حتى الآن لم يشتري ملابس العيد لأولاده، لكنه فرح بما يعني بالتغير الكبير في الوضع الأمني في العراق.